اخوان السلام عليكم. هذا هو اخر نهار لنا هنا في فيرونا في اتجاه ان شاء الله دوله جديده اللي اختارت اني نستقر فيها ونبدا فيها حياتي، واللي كنشوفها بصراحه هي الانسب ليا باش نقاد الوضعيه ديالي بالزربه. كما كتعرفوا بانك باش تمشي لدوله جديده ضروري خصك دي معك الفلوس باش تكري باش تصرف على راسك لمده ديال 3 شهور، بما انك تعرف على الناس وتعرف على المحيط ديال وتطبر على راسك. وانا بصراحه الفلوس اللي عندي حاليا لا تكفي لي دوله جديده، ما غاديش تكفيني. فانا بما نشبه الشمال قللت فيه الخدمه، فان شاء الله غادي نمشي للجنوب بلا ما يخدم شويه ثاني وتطبر على راسو يكمل لك الفلوس اللي خاصو باش نشد طريق ان شاء الله لدوله جديده. وانا تنقول لكم مرحبا بكم في مغامره جديده اللي غادي تكون مليئه بالاحداث ومليئه بالتحديات وما علينا الصبر، وكيف ديما الصبر والابتسامه. والاخوان طيب حتى الجو مساعدنا شمس كاين غدا ان شاء الله غادي نمشيو وكتشوفوها الشتاء، هاد الايام كامله فيها الشتاء. المهم دابا قرب يطيح الظلام ان شاء الله، دابا نمشي نجمع الحوايج ديالي المسائل ديالي كامله ونجدها باش الصباح ان شاء الله نتحرك للجنوب. هذا ما كاين خصني نمشي عند واحد السيد غادي يكمل لي بعدا عطيني ناخذ عنده باقي الباقي ديال الصرف نزيد على داك البركه اللي عندي وزيد تقريبا شي 1000 يورو. المهم انا دابا رجعت تقريبا كنهضر على شي 3 ديال السوايع، عرفتي خديت حسابي كاملين غنزيدهم على هاد البركة دابا اللي كاينة وغادي نجمع حوايجي. الحوايج ديالي دابا خرجتهم باش نجمعهم، هاهما المسائل ديالي في الطبلة، الحوايج في الأرض. تخيل معايا فاش بديت كنخرج الحوايج ديالي باش نجمعهم لقيت واحد التذكار خديتهم من دول البلقان وما عمرتو بارطاجيت معاكم، وبطبيعة الحال نوريكم التحفة ديالي اللي ضربت معايا دول البلقان كاملين. الإخوان كل دولة عندها العملة ديالها، هنا آخر ما جمعت فوقيت عن النقدية هي هادي ديال سويسرا، الفرانك ديال سويسرا ديال صربيا ديال مقدونيا ديال البوسنة، واخا مشيتش البوسنة حتى هي عندي أنا. بطبيعة الحال التحفة العظيمة اللي صبر معايا في دول البلقان كاملين هو هذا، جبتو معايا من تركيا دخلتو لإيطاليا، شحال من دولة دوزي معايا هذا. وتخيل معايا هذا هو حق الله إلا أحسن تليفون، وكنشد فيه المابس كنشد فيه اي حاجه، كيجي البوليسي مع كنطفيه، كنشوف شي بوليسي كنطفيه، ملي كيجي يشعلو كيلقى باتري فيبل ما كيلقى لا مابس لا والو ما كيخدمش ليه وحق الله العظيم. هو راه باقي بالكارت ميموار ديالو، والله الا عظيم هذا التليفون هذا وحق الله. المهم ماما المسائل ديال كاشات كارت ميموار جديده، المصحف كلشي غادي نديه، والفلوس اللي قلت لكم ما قدانيش، وهذا الاخر هو ديال اسميتو. المهم الحوايج المسائل جمع كل اخوان كما كتشوفوا انا في المحطه ديال التران. المهم تقريبا واحد 10 دقائق وغادي يجي التران غادي يدينا ان شاء الله لفيرونا، ومن تما غادي نركب من غادي نركب مع دوك جوج 22 غادي يديني من فيرونا حتى لبولونيا، وعاد عندي الكرق تاعتو من 6 مع 6 غادي يديني من بولونيا حتى ريجيو كالابريا. وكما كتشوفوا هاد المره غادي نكون بوحدي، وباش نزيدكم على حاجه اخرى ما مطبر لا على سكنه لا على خدمه في ريجيو كالابريا، والجو كما كتشوفوا جو ديال الشتاء مغامره ثاني في شكال هادي. المهم ان شاء الله تبعوا معايا الاحداث كامله من هنا حتى ان شاء الله حتى لبولونيا ولا حتى ريجيو كالابريا، وغتشوفوا كيفاش غنطبر على السكن وغنطبر على الخدمه. شحال بينو في فيرونا. المهم دابا انا غنمشي نقطع دابا التيكيتا ديالي لبولونيا. الدري يعني قطعت ها الدري باش قطعت تا الدري شايفو فين شايفو الله سلام على وين دابا شحال باقي لي باقي لي تقريبا واقيلا واحد 10 ديال الدقائق هو يتم زيد هادو ما تلاقيت مع واحد الدري تبان ماشي مشكل
تقول ما تمشي شدك. انتم تحيه لقلعه السراغنة. مش مشكلة، أنا نبان مزيانة لي أنا. قراها فلان بان ما عليه دري. والنت واش شتيني ولا بعد نشوفو واش النت شتيني ولا ما شتينيش. لا ولا فيسبوك، واش فيسبوك تقريبا والله حتى شي، والله حتى ما طالع الصباح كنقول غنهضر مع الدار، غنهضر مع الدار. هو هذا دير متابعة باش شبان واش بان شتي شي فيديو فيسبوك تقريبا حتى والله لا شي بدو جا كامل يقول راه معاك لا شي. المرة الأولى كنقول زيد غنهضر مع الدار ماشي فيسبوك، مازال ما تلاح هذاك فيسبوك. المهم هذا راه شي غادي فيديو قلت لينا راه خصك نمشيو لديك القطيره 6 وحنا رحنا اليوم في جوج في الكلاس. دينا ورد على وحق الله اللعبه لقات قاش يعني شو صافي. ها انتم شفتيها هاي كربا دابا خصني نمشيو لسته حنا يا وهذه هي خمسه شفتيها هي خمسه ومشي ومازال قدام سير الله. بابا بابا ما كانش مسكين في التصوير سير 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 مازال قدام مازال هاياك ستة بحال بحال. لا لا تما حسن سير الله سير 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 شوف الأرقام ديك الشارع الأرقام أنا عندي شي 66 وقيلة غادي نخرج من المحطه ديال التران. المهم الدري انا وياه تفرقنا انا وياه وراه حتى هو غادي يمشي نرجو كالابريا الا هو غادي يمشي في التران عندي التران دروب انا خصني نتسنى حتى 6 باش نمشي في الكار نفس البلاصه اللي ترجو كالابريا. والفضيحه الكبرى اللي درت هو انا خليت الكابل ديالي باش كنت كنشارجي التليفون مشى ليه والله مشى مع التران نسيت ما كنت ناعس نطت وصلت وانا نسيت الكارطاب ديالي وخارجين. المهم خليت الكابل ديالي تما تخلي دابا فين غنشري. انتم يا اخوان دابا خصني نتسنى حتى 6 الساعه شحال 3:30 خصني نتسنى حتى 6 باش يجي الكار. شوف شوف باش ما تمشيش ثاني غلطي هنا راه عليك كمل معايا الرحله للجنوب. اجي في راسك بعدا انت كنت مع واحد الدري اش قال لي حتى هو غادي الشام قال لي ما عرفتش شتك قال لي واش والله ما عرفت قال لي. المهم فاش جينا من بوفولون لفيرونا اي قريبه باش تلاقينا انا وياه عندنا نفس الطريق من بولونيا قلت عليه بنفس الطريق من بولونيا من فيرونا لبولونيا اش قال لي. المهم هضر معايا بحال هكا قال لي ما عرفتش شتك قال لي والله الا كنشوف بيت نعرف الويجه ديالك فين غادي الا كنتي غادي للجنوب راه تبرت لك راه كاين واحد البلاصه اللي نفس السكنه والخدمه وكذا شوف نفرج في صاحبي واحد طلع كان غادي هو غادي ما دخلت للتران وحق الله قلت له كاين واحد 10 كثير راه الكلمه هو الراجل ما نخليكش نخليك ضد ضرب عيني فينا وحق الله الا قال لي راه شوف قال لي بيت نعرف الويجه ديالك فين كاينه راه كاين واحد البلاصه نفس السكنه تبره ولا السكنه الخدمه قال لي راه كاين لك واحد البلاصه اللي بديت تمشي كي ولينا راه واحد 10 كيتسالين في بولونيا على الاجواء واعره عاوتاني شوف واعره صاحبي بولونيا ناضي صاحبي ما جينا درنا فيها فلوك شوف شوف شو كيدير هذا الشيء هذا الاجواء هنا واعره بالله زايا عرفتي كيبان بحال داك شارع الاستقلال ما جينا درنا فلوك هنا شوف شوف شو. انا مشيت خرج معاهم شوف عاوتاني كيفاش الاجواء كيدير اجباهم ما دايت واش شنو هادشي هذا النقاش ديال ثاني واحد مجموعه ثاني مرحبا صافي هادشي كل نشاط الله كي تيكون هنا نهار السبت الحد ترى نسيت لي موش عندهم العيد والله الا نسيت واش عندهم العيد عرفتي البارح كنت خارج عرفتي كنديك عيد لا وين انا سميت والدي وبا واحد البروش بيفرقع عليه بحال داكشي ضعي صوره ديالنا حنا كيلبسوا داكشي ديال الماسكات داكشي الجنان حفل التنكر واحد البروش بيفرقع عليه واحد قريب ولا هو شدو فرقع على راسو قلت ليه مزيان قلت ليه واش شدتي ما فراسك واش الشريف هذا كيف ما تيقول لي والدي شي ما كنهضر معاه تيقول لك راه حنا شرفه حنا شرفه تحيه لوالدي سير نعم سير شوف
You made a monster, I'm your imposter. Go ahead and wander, but don't trust the water. عرفتي باش حنا بوجدين هزينا هادشي في يدينا قعدنا شويه لا توسكان كيفاش ما طبيعي ودي تي جوج عرفتي 12 ساعه ديال 12 ساعه ديال الكارياك 12 ساعه ديال الكار ما يتم ما يقصي ما يتحنسر الله عارف ما يتم ما يقصي كيف هنا هادشي كافي وقال انا غادي نضربها بنعسه خويا راه ما ناس ما هو غادي ناكل هادشي وغادي نعس ما تنصبح الصباح تما مالك انا ربو المهم دابا تقدينا ديك الساعه غادي ناكلو في الكار لان غادي نريح 12 ساعه دابا شحال باقي باقي شي ساعه دابا راه 6 دابا راه شي 4 ونص دروك هنا 4 ونص باقي ساعه ونص نمشي دابا نضرب واحد الدويره عاوتاني معاهم هنا نتعرف على بولونيا مزيان ويكون ان شاء الله الخير انت عبد الرقوني هذا والله ما تاد اللبسه ديالاش هناك اصحاب راسك في نيجيريا ميتان صورو ما مكترت بنا ما صعبين ما خلينا اسقط الحديه تمنيه ديال الاورو جوج الاورو ديال الدرات ولا ديال الدراري هادو الدراري هادو ولا الدريات كنعرفو المغرب شوف السمه ديال المغرب هنا في الثاني واخا هكاك زوين على عكس الاجانب اخرى هادشي راه واقيلا هما ديال الدريات هادشي هادو هما ديال الرجال انا دخلنا واحد شنو هذاك بري فاري شنو هذاك كل وحده الثمن تاعها مزيان هادشي نضرب في واحد في القناه واحد السبيكه هنا مرا حوايج قلت زعما ناخذ شي حاجه انا خصني شي حاجه ديال السرا وخصني شي حاجه ديال الجاكيطه قلت زعما ناخذها انا ما عرفتش غادي كيبان لي غادي نتقل في هاد الزيت هذا الله يطلع السرفيزه ب 10 اورو بلاتي نقلب على شي حاجه نديوها معنا واخا هكا وين لها علاقه كيفاش تلاقي شي حاجه ودا هذاك احفار صغير ايوب جيك واعر راه شوف فين كاع شي سروال اختار اخويا شي سروال ضروري نتو معنا شي واحد هو لوطو بلاتي بول مونسي خوان دابا راه صاح الليل المسائل جينا المهم درنا وجنا شويه عرفتي ما كثرت الهضره انا ويلا طلع
لو تران فهمت الكار المهم الاخوان راه عرفتي نزلت من بوخ قال لي غادي نشونجيو التران عرفتي كنت ناعس قال لي نزل اوليدي راه غادي نبدلو الكار والله ما عرفت شنو هاد البلاصه هادي المهم راه دابا غادي نركبو تاني فهاد الكار هذا وغادي نبدلو الكار هو غادي يوصلنا حتى الكالابري دروك دابا لامسيا لامسيا المهم دابا 5 ديال الصباح غادي نركبو فهاد الكار 7 غادي نوصلو الكالابري دابا فراسي واش كاينين جوج كيران باش غادي نبدلو الكار المهم حنا دابا في ريجو كالافريا واش بعدا نيت ريجو كالافريا هادي المهم دري حنا دابا في ريجو كالافريا دابا يلاه غادي يبدا عندنا التشلوق فريني هنا غادي نسالي ها نتوما يلاه حطنا الكار واخيرا وصلنا لكالافريا تخيل معايا ديال المده ديال 12 ساعه من 6 من بولونيا حتى ريجو كالافريا 12 ساعه المهم بطبيعه الحال بدلنا الترا مع الخمسه بدلنا الكار مع الخمسه عرفتي راسك تنحس به هو ضرني جوج كيران وجوج ترانات ترى لا لا يلا المهم دروك دابا وصلنا لكالابريا غنمشي نتبرع على السنا نمشي نتبرع على الساكت فيما قلت لكم نتبرع على الكري ان شاء الله كلشي هادشي ان شاء الله تشوفوهم في الفيديو تجي في البلوكات الجايين بالنسبه للناس اللي غادي يجيو من الشمال للجنوب وما عندهم ما متبر لا على الكرا لا على السكن كلشي داكشي ان شاء الله غادي تشوفوه معنا وغادي تشوفوا معنا يعني السي الاخطاء اللي درنا بحال انا في تقطع الكرام كيفاش تجيب ارخص تيكيتا يعني ارخص بي الناس اصاحبي مشاو من 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 الشمال حتى الجنوب 10 الاور تيقه ولا كاع تيقه انا دابا الدري الصغير اللي كان جا معايا راه قطع ب 120 120 انا قطعت من بولونيا حتى من بولونيا حتى ريجو كالابريا ب 62 الاور اذا المهم كاين بزاف ديال المعلومات ان شاء الله غنشاركها معكم في الفيديوهات الجايين لا غافلوا بجديد